się najlepiej o nim. Ale widzimy też dlaczego. No, miał często na rękach te piłki, no ale czegoś brakowało. Ale na rej. Jeszcze próbuje zespół Al-Kalisz. Jeszcze takie uderzenie! مرت عدت راحت على الكرة الماضية عارف الحيدر يتقدم عارف يمرر منصور حمزي هذا الأمر الرياض عنده 35 نقطة وهو في الأمان حتى اللحظة هذه هذه كرة عرضية بالرأس في الجهة اليمنى جانا من التبديلات من جانب الخليج كوامبا يتركها للمتحرك المزعج تماما اللي طالب dobra piłka teraz nie było spalonego يبحث عن زميل يمرر الكره من الجهه اليمنى تسديده يا سلام لريال تيو وحكم المباراه يقول لا شيء محمد البريدي يقول لا شيء في اللقطه الاخيره الكل تصل سهلة عند خبراني يتقدم خبراني مرتدة لصالح الخليج الكرة عند عارف الحيدر على الجهة اليمنى يحاول مراوغ عارف الحيدر ما زالت الكرة معاه يراوغ من الأول يمرر الكرة على الجهة اليسرى يبادر في هذا التوقيت وهي مبادرات متوقعة وطبيعية الآن يتقدم عارف يحاول من خلالها خالد ناري على الطائي الهلال الآن الهلال يسجل الهدف الثالث على 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 الطائي وبالتالي تشاهد فرحة الجماهير الحاضرة الأبهوية الآن داخل منطقة الجزاء في اللعب الكرة في الجهات اليمنى اللعبة الكرة طويلة واصلة في صالح الخليج على الجهات اليمين محاولة رودريكس في التمرير ألفا لمنصور خطيرة الخليج عرضية خليج نادي الجزيرة الإماراتي تجربة كبيرة في بوخارست هو الآن يأتي مع نادي الأخدود الأخدود سلامات في لاعب مين Dobrze to zrobił, pobawił się przerzucając tę piłkę na lewą stronę, ale nie może tak łatwo jej tracić Alonso Maxime. على اللقطة الماضية يلعب العرضية لكنها تبعد عارف يتقدم يلعب عرضية خطيرة ولكن يلعب الكرة على الطرف الأيمن نادي الخليج هل يسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات هل يسجل في هذه الأثناء الكرة وصلت إلى المدافعين حمد المنصور يبعد الكرة بعد ذلك راحت لنادي الخليج على اليمين كرة يا سلام على هذه الكرة ولكن عارف مر أمام توفيق عارف مر عرض الكرة المحاولة دخل الجزاء بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. Dobrze, ale jak nie, to najważniejsze, żeby nic nie stracić. Dobrze rozpoczął tę akcję Roger Ibanez. I wysoko teraz Sad Balobejt, no ale zbyt łatwo teraz odpuścił w tej sytuacji. حكم المباراة محمد شريف في الاستلام يمر محمد شريف تمريرة عارف الحيدر يلعب الكرة العرضية خطيرة باب الجول اها فترات يتلقى ضغط من اللاعبين وفترات لا يحدث ذلك كرة موجودة عارف الان لعب الكرة لمحمد شريف مع عبد الله الفهد ينطلق محمد شريف فاول ايفيدنتلي لعبة الكرة على الطرف الأيسر. زما إيغور كورونادو خامدالك. No, coś pięknego i faktycznie widać było, że jest napędzony tą sytuacją. Teraz w defensie. لا شيء الخليج. لا شيء الخليج. هذه العرضية للخليج. خلصت مرة. الظلم المجال مفتوح لتثبت نفسك والمجال هنا مع فريق الخليج وهنا كرة تأتي ناري. في الجهة اليمنى خالد ناري يمر بشكل رائع من امام مع ابراهيم سيهاج حارس بوسني 35 سنة هذا الحارس تصدى اتمررت عالية الى خارج ارضية الملعب عارف الحيدر ابعد الكرة
مهم عنده أنه ربع ساعة على أقل تقدير أنه لا يستقبل هدف يلخبط كل أوراقه. يتقدم عارف آل حيدر على الطرف الأيمن، عارف على الطرف الأيمن وأمامه اللعبات، عارف حاول يمر سيطر على كورتا، عاد بكورتا بالخلف مختار علي أمام اثنين، حاول من عباس، عدت من عارف آل حيدر إلى خارج أرضية الملعب. أن ينتصر هنا على النموذجي في المباراة التاريخية العاشرة، وهل هدف ثالث ينهي المباراة؟ ينهي المباراة لكن السعودية وبين أهلكم وإخوانكم في قنوات SSC، ونرحب بكم بشكل أكبر ولهدف للبقاء. هذا أمر يطبق بشكل ملفت، الفيحاء يلعب أيضا في آسيا وكذلك الأخدود. أعتقد أنه يجب أن يعيدون النظر الخليج خاصة الرائد في الأسلوب، والآن يلجأ في اللعبة الكرة الطويلة، محاولة الاستلام من أندونغ، عارف الحل محاولة في الجهة اليسرى، روكو صفوان كسب الكرة حمزة. كريستيانو رونالدو، كرة بلمسة تعود الآن من جديد في صالح الخليج، فابيو مارتينيز كنترول. Skany cały czas przez rywala. No nie ma co tutaj zrobić z piłką, ale szczęśliwie dla niego ostatni dotknął ją ten oto pan. Lisandro Lopez يلعب لعارف، حاول كره في اليمين لناري، خالد ناري على الطرف الايمن، عارف الحيدر وهو عارف تماما يلعب امام من؟ امام نادي ضمك الذي تالق معه كثير. عارف الحيدر بالخلف على اليمين، يبحث عن مين؟ عن منصور حمزي اللي يلعب في الطرف الايمن. يا سلام يا منصور وخالد ناري بثلاثة اهداف. السميري يحاول، عارف بالراس، ناري يتقدم، يحاول ناري العرضيه والتغطيه من مروان سعدان صمام الامان.